هذه الأشواط العادية فتحت البوابات على بركة الله لتتنافس الجياد والأفراس جميع الدرجات إنتاج السعودية على جائزة نادي الفروسية التقديرية على مسافة 1400 متر. يبدأ مكحول الآن إلى الانطلاق إلى المركز الأول والجوزلية بمراقبة شرسة جميلة بخطوات سريعة تأتي في المرتبة الثانية، والأحمر المرشح قادما في المرتبة الثالثة، جامع يأتي مع أيضا قدوم مجد النخبة في المرتبة الرابعة، وأخو الملتحم في المرتبة الخامسة مع الطرف الكحيل، وكذلك حراف. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، المسارات مزدحمة جدا للظفر بجائزة نادي الفروسية التقديرية. يأتي جامع إلى المرتبة الأولى من المسار الخارجي مع أيضا مكحول وأيضا مجد النخبة. علامة 400 متر الأخيرة يبدأها جامع بأريحية، يبدأها جامع بتفوق وصدارة. يمشي جامع ما شاء الله تبارك الله، والجوزلية في المرتبة الثالثة، ويأتي أخو الملتحم في المرتبة الثانية، وأيضا جامع يطير بالصدارة في المركز الأول. جامع يمشي جامع، وكذلك أشاهد الدخول من بقية الأسماء، مخزون الظفر قادما، جامع على خط النهاية ما شاء الله تبارك.